أهلا بكم في برنامج اسأل الخليفة. معنا في الاستوديو الخليفة أبو بكر البغدادي. معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم أخوكم أبو حفصة. أهلا أبو حفصة، تفضل. سيد الخليفة أدامك الله، سؤالي: أخي يريد الانضمام إلى الدولة الإسلامية وهو محتار بسبب نوع التأشيرة، فبأي تأشيرة تنصحه؟ أخي أبو حفصة، يجب التأكد أولا من اتجاه المجاهد، فيوجد مجموعة منوعة من الفيز، ممكن فيزا مجاهد، فيزا نكاح، فيزا تفجير، فيزا شم وتعاطي، وفيزا سياحة شم هواء الخلافة. السلام عليكم، أنا ووالدي لدينا سبية واحدة، هل يجوز استخدامها نحن الاثنين؟ لا لا لا، شرعا لا يجوز، إما أنت وإما والدك، وإذا تعذر وجود الأب أمك تنوب عنه. ها فهمت. ها جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا. سؤال زوخني، هل يجوز للمرأة أكل الموز؟ الموز نعم، الموز هنالك في الشرع مدرستان، المدرسة الأولى تحرم أكل الموز ولمسه وأشياء أخرى، ولكن في المدرسة الثانية فيمكنها ذلك، ولكن بشرط أن يقوم أحد من محارمها بتقطيعها بشكل دائري. ها؟ كلكم في النار. والاتصال الأخير. السلام عليكم. أنا أحبك موت خليفة موت، ممكن رقم جوالك لو سمحت؟ أعزائنا المستمعين، نودعكم على أمل اللقاء بكم قريبا، ولا تنسوا أن ترسلوا أسئلتكم إلى الكومنتس لنجيب عليها في الحلقة القادمة. شكرا خليفة. لك يا غبي يا أبو كتعدة، المتصلة الأخيرة صوتها حنون جميل حساس، ليش تقطع الاتصال؟ كلم الكنترول يطلعون رقمها. أحمق. اقطع عنقه.